السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اول مناشده قد تكون مناشده لطفل اردني لا يتجاوز ثلاث سنوات يناشد جلاله الملك الاب الانسان الاب الحاني هذه العبارات اختارها الطفل رويد رويد اسامه خندقجي على مساحه المملكه الحبيبه يعتبر اول طفل يناشد جلالة الملك هذه المناشدة رويد خندقجي ابن الثلاث سنين دخلنا عليه قبل تصوير هذا الفيديو فوجدناه يلهو ويمرح ويرفع الراية الأردنية خفاقة ويغني لجلالة الملك عاش الملك عاش الملك تعونا نتابع معاناة ومأساة رويد خندقجي رويد اللي بتشوفوه أمامكم طفل صغير معاق لا يتجاوز ثلاث سنوات مثل ما ذكرنا يناشد جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين يناشده مساعدته في اجراء عمليه جراحيه لزراعه اعضاء حتى يتمكن من تحريك اطرافه. الفيديو اللي راح تشوفوه الان يظهر هذا الفيديو بانه الطفل رويد اللي بيسكن مثل ما ذكرنا في حي الزواهره في في حي معصوم عفوا في الزرقاء يعاني من تشوه خلقي في يديه ورجليه وهذا يمنع من المشي الا على رؤوس بعض ما تبقى من اصابع قدميه اللي بتشوفوها الان على الشاشه اتمنى هذا الطفل اللي الان بتشوفوه يظهر على المقطع الفيديو في مقطع عابس وبائس ان يجري عمليه جراحيه ليتمكن من المشي كباقي اخوته وناشد جلاله الملك باغاثته ونجدته الطفل رويد يعاني من تشوهات خلقيه اضافه الى بتر في الاطراف العلويه والسفليه وتشوهات ايضا في سقف الحلق مع فقد بالفك وفقد كبير بالاسنان أيضا يعاني من ضمور في العين اليسرى اللي الآن آه رح تشوفوها على الشاشة ضمور في عينه اليسرى وهو بحاجة لتركيب عين زجاجية كل ست شهور كل ست شهور. اسامه اللي التقينا فيه والده اسامه احمد خندقجي والد الطفل رويد يعاني من صعوبه بالغه ايضا في النطق وبيعمل مثل ما ذكرنا في جامعه اليرموك محدود الراتب بيسكن في بيت مستاجر صغير غرفتين وصاله في حي معصوم في الزرقاء يتمنى على جلاله الملك الاب الانسان ان ينظر نظره حانيه الى تلبيه امنيته وامنيه الزوجه ام رويد. زراعة أطراف زراعة ومقدورة عليها إن شاء الله طبعا اليد اليمنى أطول من اليد اليسرى إضافة إلى ذلك شوفوا هذا المناشدة فقط لجلالة الملك فقط لجلالة الملك شوفوا إخواني في الصورة يظهر يعني بحاجة ماسة إلى زراعة الأطراف رسالة رويد هذا الطفل الصغير ورسالة أمه ورسالة أبوه اللي منذ أن تواصلوا مع الحقيقة الدولية وهم يعقدون الأمل على جلالة الملك بعد الله بعد الله سبحانه وتعالى إن شاء الله جلالة الملك أخوي أسامة بإذن الله ثق تماما بأنه رح يلبي نداء رويد اللهم أمين, آمين أنا أمين بطلب من جلالة سيدنا الله يحفظه يا, يا الله أنه أنا موظف موظف باحد الجامعات بتغذى غاطب 400 دينار فيروح من ال 400 دينار 250 دينار اجار بيت وانا هدفي مش المادي هدفي اني اشوف ابني انه يمشي امام عيوني بتخجل و... تحمله وبخجل احمله متعلم بتخجل تحمله وبخجل متعلم والولاد عم بيضحكوا بخافوا منه. خاف منه بيخافوا منه فدخلت على الدكان بتشعر بالم رويد ايش طبيعي انا ابوه 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 أبو يعني يعني لما دخل على الدكان يشتغل الولاد صيحوا قال بابا بيخافوا مني خافوا مني فأنا تألمت وأنا بناش جلالة جلال سيدنا المعظم أنه يساعدني ويقف به الولد ويعالج لي بده زراعة أطراف أنا عايز زراعة أطراف والفك والعين وعينه عينه زجاج البنت مالها البنت مالها خافت منك؟ اه ليش؟ ده 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 ما love you mommy